البيت يلي ما بيتخلى عنه وعن حجاره ولمعة حيطانه، بيت أم جورج وأبو جورج، يعني بيت العيلة. من هون كانت الخميرة وبقي البيت الأساس. وين كانت؟ لا شوف لا كتير الله يخليك. خلص بديري وشك. ما بتعرف بك هالسنة الله سبقكم شو بنعمل. كنت موتوني ما حصلكم شيء بإذن الله. موتى؟ وات ميتيني انت؟ كتر خيرك بابا. شوف لي بقى. شوف. ايه. عم تتصور كأنها صح. إذا بدك سبنا بعد شوي وتقلعنا قلنا من هلا. لا. شكلنا عليه شكلنا. أنا اللي بعرفك. شك عليه. بابا اللي بعرفه. شكوى هيك. والله ما فينا نحط عليه عليه. لا. أبدا. ما بيغلط ما راضي عليه. طيب معنا ما بيغلط ما غير ضرر او بسرجي او شوف شيء انا يا حضرتي شوف هديك يا محلى هون عند هديك ابو جورج الام دايما بتلطف الموضوع بس البي بيبقى اكثر قاسي هاي عولاده والله انا بحياتي ما حكيت ولادي كلمه ايه بس مثل ما بدهم يروحوا وين ما بدهم ايه طيب جورج مش ولد عادي يعني أيه. جورج من طفولته مطرب أيه. ونجم والناس بتحبه وملك الناس هو مش بس ملككم انتو كعائلة بس شو بدك كيف طفولته بتتذكر عن طفولته هيك طلعت خلاقه ايه ما عليه اذا طلعت خلاقه لا مبسوط ما تتلهم كيف كان بطفولته مثل ما هلا لا كان اروق يعني بتقول انه انا ولا ربيت ولقيت هذا صاحب الاصل هيك ما بتغير اللي عنده اصل ما بتغير عينك حنيني انينك انيني وعيونك عيني واحساسي معك برموشي غطيتك ام جورج هلا اللي عندها اربع بنات وصبي وحيد بتدلع الصبي اكثر ما بدلع لا بس بحبهم كلهم مثل بعض بس هو بيحمل المسؤوليه منه من يعني الصبي الوحيد عاده انه بيبقى اتكالي انه هو وحيد ومدلع هو لا بيحمل المسؤوليه رجال جورج كان عمر 10 سنين رجال بكل معنى الرجل صدقيني بس يطلع على التلفزيون بتشوفي له حفله مثلا شو بتقولي هيك تبقى مبسوطه شو بتعملي بزعل ليه بحسه عم يتعب ايه بس ليكي قد ايه في ملايين العالم بتحبوه شو قد ايه بتشوف اليوم بتضيع نحن وماشيين كتر يعني شيء الله عطينا نعمه ما بنستاهل كتر برضاكي لانه اذا ما في رضا الام والبي الولد ما بيتوفق بحياته جورج بالدنيا ما في منه بالدنيا انت في منك بالدنيا لا انت في منك بالدنيا هو بيحلف فيكي بيحلف فيكي وين ما كان يعني خلص بس يحلف بامه يعني خلص كثير بحب جورج لانه ولد ما بتخيلي فيه ما بعتقد فيه ولد حنون التربية بتأثر كمان نشكر. والعائلة والبيت كلنا الحمد لله عائلة مترابطة نشكر الله شو اللي بضايقك فيه؟ شو بتتضايقي منه بشو؟ انت بتعرفي شو؟ لا قليلي ما بدي بتعرف بس ما ينتبه على حاله هيدا بضايقك منه كتر خير الله بشكره كل لحظة وثانية ما بدي شيء بدي بس يضلوا بصحته منيح سنتي شيء إذا رجعت الأيام فيكي لورا كنت بتحبي تشوفيه مثل ما بتشوفيه هلا ما بتقولي مثلا يا ريت ابني مثلا ما غنى وما فات وما عمل فنان ما بتقولي لا. هيك نقول نشكر الله الله عطانا نعم كبيره ما هيك اكيد شو لك هيك شكر الله شكر كيسو ماما يا ماما دخلك يا ماما عينين الحلوه رميولي بقلب الدوامه يا ماما عينين الحلوه بقلب الدوامة كيف ما بتعرف تقفليها هيك وعم مرتاح وعم مبسوطة فندان هيدا جورج بين أمه وبيو هيدا جورج بين أمه وبيو بعده ولد صغير هيدا جورج بين أمه وبيو وين ما كان هيدا جورج هدول أغلى شيء بالدنيا عندي الله يطول عمرهم يا رب إن شاء الله يا رب يعطيهم الصحة الله يخلي لك اياه هون وتضل كمان
فوق عائلتك وتضل دايما كل ما تطل الناس رح تنطرك. طول عمرك. نحن كسبنا جمهور زياده، كل ما نطل معك بنعرف انه صار في جمهور زياده بحبنا من وراك. يلا ومسي عليك على الحلقه الحلوه. انت راضي؟ قلت كل شيء بدك تقوله؟ ما بعرف بس شوفها مثل الناس، شوف يا راضي يا ما راضي. راضي؟ راضي بكل احوالها. في شيء بدك تقوله ما قلته؟ لا بدي اشكر الكل، بدي اشكر الستاف لون شباب طيبين. شو اسمك؟ جورج. جورج؟ عمك كمان؟ شو اسمك انت اللي قاعد بالزاويه مسكين؟ بشير. بشير. بشير والنعم انت حبيبي. شادي. شادي والنعم خيي. طوني. طوني. ما في حمودي هون؟ شكركم قلبي، بشكر كميل المخرج الطيب الحلو. اللي انا عن جد ما بحب لا احكي على التلفزيون ولا اطلع على التلفزيون. بس لاني وعدتكم انتوا وانت اولا يا جماعه غالي حبيبي وعدتكم اطلع احكي اطلع اطلع احكي. بشكركم جميعا وبشكر كل اللي ساعدونا وانت اللي عم تاخذ برد على الارض. شو اسمك؟ ميشيل. ميشيل. ما حيطلع لي ولا واحد مثل ما قلت. جيبي جيب شربيل. يلا تنعاد عليكم يا رب. طول عمرك خلينا اياك وانا ان شاء الله دائما نتلاقى فيك وبتضل مدور. ميرسي لك جماعه. شكرا. ميرسي يا كميل افندي. Yeah.
قلبي سميك شكراً، تصبحوا على خير.